حياتنا إلى جميع الموجودين معنا اليوم. إذا كان شعب لبنان يتنفس حرية، فإن اقتصاد لبنان يتنفس أو يفترض أن يتنفس ثقة واستقرار. وإذا كان الاستقرار مؤجل حتى لشعار آخر، فإن الاستثمار بحد ذاته يشكل علامة أساسية ومهمة. اليوم هنا في قلب لبنان، في قلب الضيق، ما يجعلنا نتفائل أن الاقتصاد يموت. هناك وراء قبالة البحر استثمار يبدل المعادلة ويضخ الحياة في شريان الاقتصاد اللبناني. فهلما نسأل معا، ماذا في جديد الاقتصاد؟ ماذا في الاستثمار؟ وماذا يدور وراء؟ Demand for residential luxury in Lebanon is concentrated in more affordable, smaller-sized properties and in regions outside of Beirut. The capital, which used to account Beirut, which used to account for 37% of property transactions in 2007, represented a much lower 25% during 2013. The region that benefited the most from this shift is here, the Metan area. سنة 1990 2010 اللعبة الاقتصادية كانت سوليدار، 2010 2020 بعتقد ووتر فرونت. هيك أنا كل حياتي معروف عني متفائل، والبرهان الكبير إنه أنا بعتبر حالي من الشباب اللبنانيين اللي قرروا يضلوا بلبنان، يستثمروا لبنان ويربوا عيالهم بلبنان، وانا بلاقي هيدي اكبر نقطة تفاؤل اللي بحب نبدي فيها. هنالك مقولة فيها أن النهر يتلاشى في البحر، وهنا قبالة البحر مدينة بدأت ملامحها تعوم، تتلاشى فيها صورة الحياة النمطية، وتعطي مفهوما مختلفا جذب الاستثمار العقاري. هنا يبنى المستقبل بموازات البحر وليس البحر مثل مستقبل الأسرار. شكرا.